سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم، ما تنساوش توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش هكا ديما نبقاو في طاقة ايجابية، وبهاد العشرة النصائح يوصلوا لجميع السيدات اللي كيعانيوا من مشكل الاكتئاب ويحلوا هذا المشكل ان شاء الله. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم غادي نحاول نعطيكم واحد العشرة ديال النصائح باش تجاوزوا حالة الاكتئاب اللي كتكون مؤقتة اللي كتقدر تجينا كاملين. اول حاجة خاصك تعرفيها اختي انك ماشي بوحدك اللي كتجيك هاد الحالة، فاكيد بزاف منكم مر من هاد الحالة ودازت بسلام. فبقاي معايا وطبقي هاد العشرة النصائح باش تحاولي تجاوزي هاد المرحلة اللي كتكون صعيبة واللي ما كتقديش تعرفي كيفاش تخلصي منها. اول نصيحة وهي اهم نصيحة، وهي انك تقربي من الله عز وجل باش تحسي بالسعادة، كذلك الانشغال بالذكر. الى حسيتي انك ما حملاش راسك، ما باغية حتى شي حاجة، ما عجبك حتى شي حاجة، غادي تعرفي بانك بعدتي على ذكر الله وقصرتي شوية في العبادة. فحاولي تسولي راسك وتسولي النفس ديالك وتقولي امتى اخر مرة قريت فيها القرآن، امتى اخر مرة صليت فيها جوج ركعات تقربا من الله، وشكيت ليه، شنو كنحس، امتى وامتى وامتى. هاد الاسئله كلهم الا عرفتي الجواب ديالهم اكيد غادي تخلصي من هاد الحاله. واش كنجمعوا الصلاه ديالنا، واش كنقطعوا الصلاه؟ اكيد قاطع الصلاه اوتوماتيكمون كيحس بضيق وما كيحسش بالطمانينه، يعني نكثروا من الدعاء قراءه القران والصلاه في الوقت ديالها. النصيحة الثانية اللي نقدر نعطيكم هي نبعدوا من لي ريزو سوسيو، يعني الفيسبوك والانستغرام، الا كنا في هذه الحالة ديال العصبية او الاكتئاب. فتخيلي معايا انت معصبة وكتشوفي في شي وحدة مسافرة وعايشة السعادة وكتبان ليها لا في اون غوز، سي نورمال غادي ديري مقارنة بينك وبين الحياة ديالها. اذا الخلاصة نتفاداو مواقع التواصل وما نقارنوش الحياة ديالنا الشخصية مع حياة الاخرين، ديما نبقاو راضيين على الوضع ديالنا الحالي باش هكا ما ندخلوش في داك ما نخليوش المجال للمقارنة مع حياة الاخرين باش هكا نحسو بالرضا ان شاء الله. النصيحة الثالثة، نغيروا من الشكل ديالنا الخارجي، يعني نديروا شي لوك جديد كيف ما كيقولوا باش هكا نخرجوا ديك الطاقة السلبية اللي فينا، يعني ندلعوا راسنا، نلبسوا لباس زوين داخل البيوت ديالنا، ما نبقاوش غير حازمين راسنا وداينها غير في الشغل، نعطيو وقت لراسنا. كل سيدة راه زوينة، خاص غير تعرف كيفاش تبين الجمال ديالها. نخليو الريحة ديالنا تكون زوينة. المظهر الخارجي خاصك تعرفي بأنه كيلعب دور كبير في النفسية ديالنا. النصيحة الرابعة، كيف ما غيرت من المظهر ديالي حتى المنزل ديالي خاصنا نحاولوا نغيروا فيه شي حوايج. ما كنقولكش تمشي تشري بحال دابا شي ديكورات غاليين ولا شي حاجة فوق الطاقة ديالك، نغيروا غير شي نغيروا ديكورات بأشياء بسيطة، يعني نقدروا نغيروا من الديكور ديال المنزل ديالنا بشي حاجة في المتناول. بحال دابا الكوزينة ديالنا ممكن نديروا فيها لي بلونط، ما غاليينش، راه كيتباعوا رخاص، ونزينوا بهم الكوزينة ديالنا او المطبخ ديالنا، وداك اللون الاخضر راه يعطينا الاحساس بالراحة اللي بغيناها. اكيد الا بدلنا غير الاثاث من بلاصة لبلاصة غادي نحسو بالراحة باش حتى النفسية ديالنا تجدد. النصيحة الخامسة هي الكتابة، نكتبو كاع الاشياء اللي كتقلقنا، ما نعاودو حتى شي حد حيت يقدو الناس ما يفهموناش مزيان، من غير ممكن تعاودي الام ديالك او الاخت ديالك. واهم حاجة نكتبو الكتابة، اهم حاجة، كل شيء نكتبوه، كاع داكشي اللي كنحسو به كيف ما بغينا، ما نحاولوش ننتبهو للخط ديالنا او التراكيب او كيفاش كتبنا، حاولوا تكتبو داكشي كيف ما هو، نفرغوا فيه كاع داك الاحاسيس اللي في الداخل ديالنا، وابخي نقطعوا ديك الورقه باش هكا ما نعاودوش نقراوها وتعطينا عاوتاني طاقه سلبيه. من الاحسن نكتبوها ونقطعوا الورقه. هاد التجربه هادي مجربه وكترتاحي فيها بزاف. وصلنا للنصيحة السادسة وهي الخروج لاستنشاق الهواء النقي. نحاول نستنشق الأكسجين بحال هكا الهواء النقي. كلنا عارفين ملي كنبقاو غير في
الدار ومقابلين 4 ديال الحيوطه كتزيد كبر المشكل وكتزيد تدخلي في ديك الحاله الاكتئاب. نصيحتي لك اختي الا لقيتي تخرجي على برا احسن حاجه باش تبتعدي على مكان التوتر، نخرجوا نتعرضوا لاشعه الشمس. اشعه الشمس راه كتنقص من حده التوتر، وغادي يكون احسن نخرجوا بوحدينا بلا الوليدات ديالنا باش نرتاحوا ونرجعوا بروح جديده، ولو غير نصف ساعه من المشي في الهواء الطلق غادي تعطينا ديك الراحه. النصيحه السابعه وهي نجتمعوا مع الصديقات ديالنا، ماشي باش نتشكاو لبعضياتنا، نهضروا على الاشياء الايجابيه، نحاولوا نضحكوا ونشطوا باش نساو كاع الافكار السلبيه. النصيحه الثامنه هي نديروا شي هوايه بحال الرسم، الشوبينغ، اي هوايه كنبغيوها نديروها. النصيحة التاسعة الرياضة، واخا غير ربع ساعة يوميا خصوصا رياضة المشي، حيت الرياضة كتخلصنا من داك التوتر، واخا غير في الدار نتحركو، المهم غنتخلصوا من التوتر. النصيحة العاشرة والأخيرة هي نحمد الله ونشكره على جميع النعم اللي عطاها لنا، حيت الرضا والحمد كيعطينا واحد الراحة نفسية اوتوماتيكمون، كتتغير لنا كاع داك الاحاسيس السلبيه والتوتر ما كيبقاش. وهادو هما النصائح اللي نقد نعطيكم، نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وديما كوني ايجابيه وعيشي بطاقه ايجابيه باش هكا تواجهي الحياه والصعوبات ديالها. الى عجبكم هاد الفيديو بحال ديما وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، كذلك شاركوا الى عجبكم المحتوى ديال القناه. نتمنى نعطيكم نصائح اكثر واكثر، ولا عجبتني شي فكره ولقيت انها تفيد الاخوات ديالي اكيد غادي نحطها وما نترددش وغادي نحطها في القناه. الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.